ازمه في معسكر حكام ابو قير بسبب اليويو تيست. هو اسمه كده اليويو تيست، اختبار بدني يعني. شهد معسكر حكام القسم الثاني المقام بابو قير بالاسكندريه ازمه للجنه الحكام الجديده بسبب رسوب اكثر من حكم في اختبارات اليويو تيست، الى جانب جهل الحكام بالكثير من القوانين الجديده والمعدله في كره القدم، وذلك طبعا على عهده اليوم السابع. واكد بعض الحكام ممن رسبوا في اختبارات الفيديو تيست انهم لم يحصلوا على اي محاضرات منذ فتره طويله تصل الى اكثر من سنتين. وده دايما اللي انا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم، اتكلمت في هذا الموضوع 100 مليون مره. وبالمناسبه، طب انت ليه يا اسلام بتقول الخبر ده؟ لان الحكام الممتازه هو اللي بيتم تصعيدهم في حاله ان حكم بطل او حكام عندهم مثلا مشاكل ولا بتاع، فالممتاز به هو اللي بيطلع. تخيل حضرتك ان اللي في الممتاز به لو مش عارف القانون من دلوقتي، او مش عارف تحديثات القانون، مش عارفين يشتغلوا على الفيديو، بيقولوا ان هو ما بياخدش محاضرات. طب ازاي هنعملها يعني؟ هيطلع عندنا جيل اخر من الحكام ازاي؟ هو دايما يقول لك ايه، خلي الحكم يتعجن في المسابقات الدرجه الثانيه والثالثه عشان بعد كده يطلع عنده خبره كبيره في الدوري الممتاز او جاهز للدوري الممتاز وما يخافش من المباريات الاهلي والزمالك والكلام ده كله. لكن بالخبر ده او بالخبر ده ازاي هنعملها ازاي؟ طبعا كابتن عصام الله يكون في عونه، اتمنى، ولكن دايما انا بأكرر هذا الامر من دلوقتي، لان زي ما حضراتكم شايفين في افريقيا امبارح بدل ما تاخد او تكسب مباراه اتغلبت او تعادلت، انا اسف، بسبب عدم احتساب ركله جزاء، لان الحكم شاف ان هي مش ركله جزاء او مش عايز يحسب ركله جزاء ثانيه، مع ان الاثنين ركلتي الجزاء صحيح 100% اللي اتحسبت واللي ما اتحسبتش 100%، ما فهمش اي كلام الاهلاوي والغير اهلاوي بيقول ان هم ضربتين جزاء. فالحقيقه الحكام المصريين عليهم دور كبير جدا جدا خلال الفتره اللي جايه، ومن فضل حضرتك كابتن عصام كلنا ثقه فيك وكلنا عارفين ان انت رجل محترم ولك دور كبير في الفتره القادمه. اتمنى ان الكلام اللي احنا بنسمعه ده عكس كل اللي احنا بنقوله. الحكام دي هي اللي هتقود المباريات خلال الفترات القادمه.